الجزائريين اليوم فرحة كبيرة للجماهير الموزمبيقية، هدف لصفر. مازال 17 دقيقة، تبقى فرصة للتدارك، فرصة للتدارك وتسجيل هدف سيكون ثمين في انتظار مباراة العودة بالمغرب. نتلعب كما يجب برشيد السليماني، مشبكور تلعب باسماعيل بن معلم، وصل الكرة في مرمى الحارس جواو رافائيل كامبانغو. 74 دقيقة، 16 دقيقة عن نهاية المواجهة.